ويت تحب تروح قفاه يا شلون قلوب عدنا وقابلي ناخذهم ويانا ونرد خالي حوايجكم بالكتمان. الناس دايما بتفسرها ان احنا لازم لما نبقى بنعمل حاجه ما نقولش للناس عشان ما نتحسدش. ده بند، بس في تفسير تاني اجمل في سيكولوجيه علم النفس بتاعت البني ادم. انت كل مره بتبدا تتكلم عن اليوم هو سننا اذا واحد الله قلبنا وروحنا اشقد نحبك يا دوائي.